الميناء. هنقرا سفر الرؤيا دلوقتي. كم اصحاح؟ 22. كم رؤيا؟ مش معقوله كل سنه كل سنه نقعد نكرر. ها كم رؤيا؟ 7 رؤى. فاكرين التقسيمه؟ 3 4 4 3 2 4 2. ده مش فريق كوره، ها ده التقسيمه بتاع سفر الرؤيا. 3 4 4 3 2 4 2. سهله. 3 4 4 3 2 4 2. ها ثلاثه الاولانيين بتوع ايه؟ الكنيسه على الارض. رؤيا هم 7 رؤى. الرؤيا الاولى الكنيسه على الارض، اخر اثنين كنيسه في السماء. سهله كده. ها اول رؤيا كنيسه على الارض، اخر رؤيا الكنيسه في السماء. ودي الرحله ايه بينهم، بين الارض وبين الايه وبين السماء. وبعدين عندنا 7 اختام 7 ابواق 7 ايه جامات. 7 اختام 7 ابواق 7 ايه جامات. 3 4 4. الاربعه الاولانيين بتوع 7 ايه اختام، والاربعه التانيين بتوع 7 ايه ابواق. ايه الفرق بين الختم والبوق؟ ها حاجة مختومة وبعدين فتحنا الختم صارت ايه؟ معلنة، مش كده؟ اما نقول ان الختم اتفتح يعني المخفي صار ايه؟ معلن. يبقى 7 اختام دولت عبارة عن ايه؟ 7 اعلانات. اما 7 ابواق، اما اقول حاجة نقولها في البوق في الميكروفون يبقى عايزينها ايه؟ توصل، انذار. ها يبقى 7 ابواق هم 7 انذارات. 3 4 4 3. ها الثلاثة الأخرانيين دول بتوع إيه بقى؟ ها المرأة والتنين والوحشين. إيه بقى الوحشين دولت؟ الأتان والجحش؟ أمال إيه؟ ها؟ البحش البري اللي طالع من الأرض، والوحش الإيه؟ البحري اللي خارج إيه؟ من البحر. يبقى أول رؤية 3 إصحاحات اللي هي الكنيسة على الأرض. تاني رؤية 7 أختام هتتفك، ها إعلانات. الأربعة التالتين ها اللي هم الإيه؟ 7 أبواق اللي هي إيه؟ إنذارات. الرؤية الرابعة 3 إصحاحات اللي هم المرأة والتنين والإيه؟ والوحشين، مش كده؟ خلي بالنا التنين والوحشين دولت ثلاث كائنات. التنين اللي هو إيه؟ الشيطان. والوحش اللي خارج من البحر ده الايه؟ ده المسيح الدجال. والوحش اللي خارج من الارض نسميه النبي الكذاب اللي هو الايه؟ ها النبي الكذاب اللي هيئ الطريق قدام الايه؟ قدام الوحش او المسيح الدجال. يبقى دولت الاربع رؤى. 2 4 2. 2 اللي بعد كده اللي هم الايه؟ 7 جامات. وجام يعني ايه؟ جام غضب. ها كان في انذار الاول، مش كده؟ ولاحظوا واحنا بنقرا بقى، اما يكون في انذار يقول لك طولت العشب ايه اتحرق مثلا، مش كده؟ ده انذار. طب والطولتين لسه، مش كده؟ اللي هينتبه ها هيعدي من الجام، اللي مش هينتبه ايه هيصيبه الجام بعد كده. عشان كده في انذار، اللي هينتبه للانذار لا يجوز عليه الايه؟ الجام او الغضب. ها؟ لكن اللي ما ينتبهش هيخش في الايه؟ في الغضب. دول الاثنين. وبعدين الاربعه اللي بعد كده؟ ايوه. ها؟ اللي هي ايه؟ بابل، سقوط بابل والملك الالفي. سقوط بابل والملك الالفي. والاثنين اللي بعد كده؟ اخر اثنين الكنيسه ايه؟ في السماء. نقولهم مع بعض بقى 7 رؤى، ركزوا معاهم. اول رؤيه تاني الأرقام، ها 3 4 4 3 2 4 2. الثلاثة الأولانيين ها كنيسة على الأرض. الأربعة اللي بعد كده 7 أختام. الأربعة اللي بعد كده 7 أبواق. الثلاثة اللي بعد كده المرأة والتنين والوحشين. بعد كده 2 اللي هم 7 جامات. الأربعة سقوط بابل والملك الالفي. اخر 2 الكنيسه ايه؟ في
دفى يسوع ترسي على الميناء.